أنت تعرفين أو أنت تعرف أنك محظوظ، أراك كذلك إنسان عادل. هذه كرت الحق، العدالة، إنسان عادل، لا تحب الظلم. أنت لماذا؟ لأنك متعاطف جدا، متعاطف بطريقة مبالغة، لديك تفكير سليم، أو لديك تفكير سليم إيجابي نظيف، عقلك نظيف، دائما تركزين في الجانب الإيجابي. وإن لم يكن كذلك فطهري، لأن شوف سبحان الله، الآن نحن في هذه الوضعية، الأطباء يقولون أن يعني الكثير من النظافة، النظافة الجسدية، نظافة اليدين، نظافة الجسدية، لكن السماء تقول لنا، الطاقة السماوية الربانية تقول لنا النظافة الروحية. في هذه الوضعية نحتاج إلى نظافة روحية، تطهير روحي. وهكذا أراك، أنت نظيف، يعني عقلك نظيف، عقلك سليم، وبالتالي روحك كذلك سليم. ولماذا هذه البهجة والسرور الدائم مهما كانت وضعيتك؟ لأنك قريبة من الرحمن، قريبة أو روحاني، يعني قريبة من الله، قريبة من الطاقة السماوية الكونية. لديك تعرف، لديك يعني سهولة في تدبير الأمور، يعني في الوضعيات الصعبة، بذكاء وحكمة عجيبة. لماذا؟ لأنك كما قلت تركزين في ما هو إيجابي، تركزين في الحلول، ليس في المشكلة نفسها بل في الحلول. دائما إيجابية ما شاء الله، دائما. وحتى عن الناس، الناس يعني تقولين هذه طيبة، مسكينة، هي طيبة، حتى وإن لم تكن كذلك، يعني ترسلين طاقة دائما للكون، دائما ترسلين طاقة إيجابية، طاقة محبة، طاقة تسامح، حتى وإن كنت تعرفين أنها في الحقيقة ليست طيبة بالفعل، لكن طاقتك أنت طيبة، أنت طاقتك جميلة، لذلك كل ما يخرج من فمك جميل. ما شاء الله، كم أنت جميلة، كم أنت جميلة، كم أنت جميل. لا تنسوش أنني أخاطب الذكور، لأني أعرف أن الكثير من الذكور يسمعوني ويسمع إيمان، فأنا أقول لك أنك جميل. وبفضل هذا حياتك ستكون جميلة، شوفوا ستكون جميلة رغم الصعوبات، إذا كانت هناك صعوبات، لكن أنت دائما تبحث، تبحث عن الجنة، تبحث عن الجنة في النار، تبحث عن الواحة في الصحراء، لا تستسلم أبدا. أنت كذلك أراك تبادر لفعل الخير، ولا تنتظر، لا تنتظر حتى الشكر ولا المقابل. أنت العطاء، أنت كريمة بزاف. خلوني سأرى أوف. هذه الرسائل الملائكية، والآن غادي نواصلوا. أنت أو أنت عزيزي أو عزيزتي، أنت تسبح في العشق الإلهي، أنت تسبح في العشق الرباني، أنت تحب الله، أنت لديك عمق روحي روحاني عجيب جميل، لديك تواصل، أنت نعم لديك، أو أنت في تواصل دائم مستمر سماوي إلهي، وأنت كما قلت تسبح في هذا. شوف أبجوج، جوج تتكلم عن التأمل العميق والتواصل والقرب الإلهي واللجوء الإلهي إلى الله. أنت بفضل هذا تشعر بالدعم الإلهي، بالدعم السماوي، بالدعم الكوني. لماذا؟ لأنك قريب من الله، لأنك قريبة من الرحمن، وتشعرين بأنه معك دائما، وهذا يجعلك قوية.
أنت شفافة صادقة بريئة مثل هذا المجنون الجميل الذي أراه هنا. صادقة تحلمين، دائما تحلمين، وأحلامك تتحقق. أنت أنت تشاركين، أو أنت تشارك العالم أجمل ما لديك، أعظم ما لديك، أفضل ما لديك. يعني عطاؤك واسع جدا، عطاء في الكلمات الجميلة، في ماديا كذلك، في كل، يعني كل واحد يعني وضعيته، لكن العطاء قد يكون من أنواعه كثيرة وكلها جميلة، العطاء والكرم. وأنت إنسان معطاء وكريم جدا، لأنك في قمة الروحانية. ودابا غادي نهضر على الحبيب. أنت في قمة الروحانية، أنت تطير، تحلق، تحلم بالقمر، تحلم بالنجوم. وأنا أتكلم عن الحلم، يعني عندما الرؤية، عندما تنام قد يعني تحلم أنت بالنجوم، تحلم بالقمر، بالكواكب وهذه الأشياء. وبالنسبة لك أنت تعرف أنها رسائل سماوية ولها معاني سماوية ربانية. أنت إنسان نقي جدا، متواضع. أنت تقول لله، تقول لربك، لخالقك، أنك تفكر فيه دائما. غادي نعطيكم مثال. أنا مثلا، أنا من يعرفني سيعرف أني أقول الحق. عندما أنا أقرأ لكم، يعني كندير لكم القراءات، وأنا بينما أخلط الكرت أو هذه الأشياء، أقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ماذا يعني هذا؟ يعني أنني أقول لله أني معه، أنا هنا، لكنه ما أنا أعرف أنه معي، وبالتالي أنا معه، أنا أفكر فيك يا حبيبي يا الله. وأنت ربما كذلك تفعل هذه الأشياء، تقول يعني استغفر الله، الحمد لله. وخا أنت تقول استغفر الله أو الحمد لله، رغم أنك إنسان طيب، أنت لا تسيء لأحد، لا تؤذي أحد، لكن هذا يعني أنك يعني تدعو الله لكي لا يبتعد، وتقول له أنا يا الله معك. تفهمون هذا المثل؟ فقط مثل. أنت أراك هكذا، يعني دائما تتكلم في تواصل مستمر مع الله، وتقول له أنني معك، أنك معي، لا تتركني وحيدة، رغم أني هنا في الحياة المادية وأفعل أشيائي وأعمل أو أدرس أو هذه الأشياء، أو مع حبيبي وهذه الأشياء، يعني حياتك الدنيوية، لكن الله دائما بجانبك. يعني عندك تواصل، تشبهين ايمن، عندك تواصل قوي قوي جدا بالخالق بالرحمة. جميلة جميلة بزاف، استغفر الله يا ربي الحليم. وانت كذلك انسان متواضع جدا، متواضع بزاف. والان سأرى ماذا يحدث لهذا الحبيب، رغم أني رأيت أن هناك حب كبير بزاف بينك وبين هذا الحبيب، أنه حب كبير جدا، لكن غادي أحتاج للمزيد من الكارت لأرى. هذا الحب أو هذه العلاقة مع هذا الحبيب ليست سهلة. هذا الحبيب توأم الروح، توأم الشعلة، لأن هنا الكثير منا يعني صعبة هذه العلاقة، صعبة هذا الحب، معذب نوعا ما. ربما أنت ترى الرقم، الأرقام المتكررة، ربما ترى رقم 11، ربما ترى رقم 11 بزاف، أو رقم 6، 6، 66، 666، ورقم 11، وكذلك رقم 4، 44، وهذا هذه رقم ملائكي. المهم، إذا كنتم تريدون أن ندير لكم فيديوهات حول الأرقام المتسلسلة المتكررة، أنا لدي معلومات واسعة جدا. واخا
قولوا لي في التعليقات إذا كنتم تريدون ذلك. أنا غادي ندير لكم الأرقام المتسلسلة والأرقام ومعناها الواسع والجميل جدا، لأنها رسائل سماوية ربانية. نعم، هذه علاقة توأم الروح وتوأم الشعلة بدون شك، بدون شك تتكرر، تتكرر رقم 4. نعم، وهو الرقم الملائكي، وهذا توأم روحك وتوأم شعلتك، وهذه علاقة صعبة معذبة، شعور لا ينساك لا تنساه، تحبه يحبك بجنون بشغف. المهم تعرفون، يعني علاقة قوية بزاف، علاقة روحية روحانية. لذلك رأيته ما رأيته في البداية، يعني أنت إنسان روحاني بزاف، لأنك التقيت بتوأم روحك، ونفس الشيء يحدث له. وكذلك يعني زلزال في الحياة عندما يصل توأم الشعلة والروح لحياتك، هو زلزال، لا وزلزال جميل جميل، لأنه يزلزل قلبك، يزلزل روحك، يغير أفكارك، يعني تغيير كبير، وهو كذلك معذب لكن جميل لذيذ. هذا الحبيب في حيرة، يبحث عن طريقة لتسامحيه، لا أدري ماذا فعل، ويريد الاتصال بك لكن يخاف، ربما هناك من يراقبه ويخاف. لكن هذا الحبيب اسمك يراه يوميا، أو يتردد يوميا على مسامعه، يوميا يسمع اسمك يوميا. لماذا؟ لأنك توأم روحه وشعلته، وكذلك تصله رسائل سماوية، وتحدث له أشياء غريبة لا يفهمها، لأنه هو لا يفهم هذه الأشياء، لكن أراه الآن في هذه الوضعية. نعم، الآن بدأ يفهم أن ما يحصل بينكما غير عادي، سي با نورمال، ليس عادي، أن ما يشعر تجاهك لم يشعر به أبدا أبدا أبدا، حتى وإن كان عمره 66 سنة. ما يشعر بهذا الحب، لأنك روحه وهو روحك، يعني جزء منك، نصفك أنت وهو نفس الشيء، توأم الروح والشعلة. استغفر الله. هذا الحبيب أراه كذلك على وشك الجنون، على وشك الجنون، على وشك أن يفقد عقله. لماذا؟ لأنه يعرف أنك غالية، غالية بزاف بالنسبة له، أنت اللطف، أنت الوردة النادرة ذات الأخلاق الراقية، أنت لست مثل باقي الناس، كلامك كلام راقي، آداب يعني مؤدبة بطريقة، يعني لا الآن الناس يتكلمون بطريقة، يعني تعرفون طريقة زنقاوية شارع، يعني كلام الشارع، مهما كانت أعمارهم الناس يتكلمون بطريقة بشعة، وأنت مهما كان عمرك صغيرة أو كبيرة، نعم السن هو سن الروح، كلامك راقي راقي بزاف، جميل بزاف، كما لو كنت كاتبة شاعرة، يعني كما لو أخذوك من أميرة من كتاب سحري، من قصة سحرية. وهذا الحبيب الآن يعني يشعر بهذه الطاقة الغريبة السحرية، يعرف أن بينكما رابط قوي قوي، مهما كانت العوائق، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت حياته، لا أدري ما هي حياة هذا الحبيب، إن كان لديه طرف آخر أو أنت، لا أدري، لا يهمنا، أنا أقرأ لكم طاقة الحبيب وطاقتكم أنتم. أنت غالية بالنسبة لهذا الحبيب. دعوني أرى ماذا يحدث. كما قلت، هذا الحبيب معلق، لا يمكنه أن يتصرف كما يحلو له اتجاهك الآن. لذلك هذا الحبيب أرى دموع، أرى دموع في عيناه هذا الحبيب،
هذا الحبيب يشتاق لي العطاء، لكرم هذا الملاك النادر الذي هو أنت، لأن كما قلت في البداية أنت بحر واسع، بحر عميق، تسبح في البحر الإلهي في عشق الله، لذلك طاقتك جميلة. يعني هذا الحبيب يشعر كالمغناطيس، يعني ينجذب اتجاهك روحيا بزاف، لكنه معلق، هناك أشياء تمنعه، لذلك هذا الحبيب يسيطر، يحاول السيطرة على المشاعر، لأن هناك عوائق تمنعه من أن يكون معك الآن. هذا الحبيب في أزمة عصبية، أزمة عاطفية، غير مرتاح ماديا ولا عاطفيا، لأنك أنت في قلبه، لكن بقوة، بقوة، يعني أنت وزنك ثقيل بزاف، يعني بطريقة عنيفة. هذا الحبيب غير مطمئن، في قلق واضطراب وخوف، مسكين، أنت تحبه. بالنسبة للأبراج، أراها من جديد أبراج نارية، أسد حمل وقوس ومائية، سرطان عقرب وحوت، وحوت. وكذلك برج الميزان، رأيته برج الميزان والجوزاء والدلو. أنت تحب هذا الحبيب في سلام، تعيش حياتك في سلام، أراك أنت مرتاح. لماذا؟ لأنك تسبح في العشق الإلهي، لأنك تتوكل على الله. لماذا؟ لأنك تعرف أنه روحك، أنه شعلتك، أنه روحك. لا تطالب ولا تطلب، تطلب الله فقط، لكن ليس الحبيب، لا تطلب منه أي شيء، لا تنتظر منه أي شيء، لأنك تعرف أنه توأمك، وتعرف أن الحياة ستجمعكما عاجلا أم آجلا، ما دام كان هناك لقاء، ما دام كان هناك لقاء، ما دمت التقيت بهذا بشعلتك، فالحياة ستجمعكما، ستجمعكما. متى؟ متى؟ الله أعلم، لن أكذب عليكم، لكن أرى أفراح مع هذه الحبيب، مع هذا الحبيب، أرى تواصل، أرى لقاء، أرى كلام، أرى لقاءات متعددة، لكن متى يجمعكم الله؟ الله أعلم، لا أدري، لأني لا أرى، لا أرى، لأني أرى أنها بطيئة هذه الطاقة، يعني ما أقول لكم ما أرى، لكن يكفي أنك تعيش هذه العلاقة السامية الروحية مع توأم شعلتك لتكون سعيدا، يكفي، يعني هو حب غير مشروط، لا يهم متى سيجمعنا الله، متى سنتزوج، الله أعلم، لكن عيش، يعني استمر في هذه السباحة في الإلهية، السباحة السماوية الجميلة، في يعني ما قلته سابقا، هذه السباحة السماوية الجميلة. أرجوكم كونوا متفائلين دائما، متفائلين دائما، وأنت متفائل حسب ما رأيته، وأنك تسبح في العشق الإلهي، وهذا سيجلب لك كل ما تريده في حياتك، لذلك توكل على الله، وأراك أنك توكلت على الله، لا تطلب لا تطالب، لأنك تعرف أنه حبيبك، أنه حبك الإلهي المقدس. ربما هو يهرب لأنه يخاف، لكن يعود، دائما يعود. لماذا؟ لأن الجاذبية والانجذاب والقوة والحب أقوى، وهي عاصفة، هذا الحب يعني عاصفة، فيعود إليك، لأن المشاعر أقوى من العوائق والعقبات والمكانة الاجتماعية والمصالح المادية وهذه الأشياء العائلية. أنت طاقة مطهرة طاهرة، وهو يبحث لك كذلك، هو يبحث عن توازن، هذا الحبيب توأمك يبحث عن التوازن، يريد أن يتخلص من الخوف ليكون معك،
لأنك روحك، روحه وبينكما تخاطر مستمر، مستمر بدون وعي، يناديك تناديك، يناديك تناديه بدون وعي. يعني هذا شيء عادي في المنى، تحلمان نفس الأشياء، تفكر فيه وتشعر تشعر بأنه يناديك، يعني تخاطر قوي جدا لدرجة أنه حتى جسدي تشعر به، لأنه روحك، لأنه جزءك، جزء منك، نصفك، وهو كذلك يشعر بهذه الأشياء، لذلك لا يهرب لكن دائما يعود، لأنك تناديه ويناديك بدون وعي، يحبك تحبه، يعشقك تعشقه، يحلم بك تحلم به، تشعر بألمه، يشعر بألمك. سبحان الله، هذا حب غير طبيعي، لأنه حب كوسميك لوف. هذا كوسميك لوف، حب كوني، أنت محاطة بالغموض، وقد يكون هذا الحب ربما حتى حب في السر، نظرا لصعوبة هذه حتى القراءة صعبة، يعني يصعب علي حتى قراءتها، هذه القراءة حتى تفسيرها، لأنها معقدة هكذا، يعني توأم الروح والشعلة معقدة، لكن أنت على وشك الوصول إلى مرحلة نورانية، أنت وهذا الحب.